بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بيكم معايا في الجزء الثالث من إنشاء اللوجو الخاص بقناة دريم. هنتعرف في اللوجو دوت أو في الجزء ده على الإجساء والإضاءة الخاصين باللوجو. كنا اتكلمنا في الجزء اللي فات عن الأنيميشن وعملنا الأنيميشن بتاعة البلوكات دي. هنتكلم بقى على الخامات الخاصة بالبلوكات وكيفية عملها وكيفية عمل الإضاءة الخاصة بها. تعالوا ناخد الموضوع من زاوية كويسة، تمام، أن تكون زاوية زي دي كده. ونبدأ عمل أول حاجة، دبل كليك على في الماتيريال إديتور، أو متأسف الماتيريال بليس او فايل، وناخد نيو ماتيريال. بعد كده دبل كليك على الماتيريال، نيجي في الكالر، هقول له اديني اللون بتاع القناه. على ما افتكر كان تقريبا واخد، يعني درجه متهيألي هيقلك دي. ونيجي على الريفليكشن، نقلل الريفليكشن شويه، انا مش عايزه مرايه قوي يعني كده. ونحط عشان نضيف الريفليكشن ما يبقاش واحد على كل السطح، نروح على تيكتشر الاول، اقلب الشكل ده عشان ما بحبش الشكل ده، ناخد الشكل بتاع الاوبجكت ده احسن، بيبين اكتر. ونروح على تيكتشر واقول له حط لي اللي هو الفيرنيل، شوف توزيع الانعكاس بيبقى عامل ازاي. بعد كده اقول له في الميكس سترينجز عشان ارجع شويه من الانعكاس اللي راح، اخليه حاجه و30، تمام بالشكل ده كده حاجه كويس قوي. بعد كده اروح للسبيكولر وارفع الهايت او الشده بتاعه السبيكولر عشان تبقى على الحواف بالمنظر ده. الاول اسحب الخامه على البلوك اللي هو الكلونر اوبجكت، على فكره مش هتفرق لو انت حتى سحبتها على الاكسترود نيربس، تمام برضه تدي لك نفس النتيجه. نشيل الخامه دي بس حاجه زياده، نخلي دي زي ما هي، تمام بالشكل ده كده، ننزل ده شويه ونعمل ريندر، نبص بس على الشكل هل هو مظبوط ولا مش مظبوط. طبعا ما طلعش ليه، لان مفيش اضاءه اصلا، اسف نسيت. تمام، نيجي بعد كده على ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى الفول اوف. لو احنا زودنا بس الفول اوف سنه هيديني مساحه انتشار للسبيكولر. نقفل مربع الخامات. طب عشان الدنيا دي تظهر معايا، عشان تظهر معاك روح حط بقى اللايت، اللايت المناسب للمشهد بتاعنا ده اللي هو الاريا لايت. والاريا لايت هيديني مساحه انتشار للضوء. ارجع الاريا لايت بس كده وارفعه لفوق بالمنظر ده بحيث يبقى مواجه للوجو بتاعي، وجايبه من فوق ومن تحت. ممكن ارجع كمان سنة على اعتبار ان انا هرجع بالكاميرا لورا شوية كده مثلا، كده بقى عندي مساحة كويسة من الإضاءة. طبعا هعمل ريندر بس في تعديلة هعملها كده عشان اللايت دايما، طبعا بدأ يبان شوية حاجات بس طبعا مش الإضاءة اللي احنا متوقعين. أولا طالما أنت استخدمت اللايت أو الأريا لايت لازم تروح للريندر سيتنجز وتروح لجلوبال إلومينيشن. أنا هشيلها عشان تشوفوا أنا نزلتها منين. هروح لإفكت جلوبال إلومينيشن. أول حاجة البرايمري انتنستي، برايمري انتنستي اللي هي الضوء الاضافي اللي الجلوبال الومنيشن بيحطه للمشهد. بس قبل ما اتكلم في حته اللون الاضافي دي، الضوء الاضافي اروح لاوبشنز واشيل الاوتو لايت، بيبقى متعلم عليها يا جماعه كده، اشيلها وارجع لجلوبال الومنيشن اقول له حط لي بس يعني 40% زياده عن الضوء اللي موجود، وخلي لي الجاما او جوده الالوان ب 2.2 من 10 او خليها 2 كفايه. والراديوس كاش الخاص بحساب فوتونات الأشعة أقول له لو، ودي
برضو نفس القصة بلو، واعمل او اقفل الريندر سيتنجز. لكن قبل ما اقفلها اروح تاني لاوبشنز واتاكد ان الري ديبس زي ما اتكلمت، الري ديبس والريفليكشن ديبس والشادو ديبس 6 3 6، طبعا الاعداد دي متروكه ليك انت. نبدا بقى نعمل الريندر. برضو الدنيا ما بانتش ليه؟ لان الجلوبال الومنيشن لازمه سكاي. تمام، لو عملنا الريندر بقى بدات الدنيا تبان وتظهر، لكن طبعا في حبه عيوب في الخامه. اولهم ان عندي السبيكولر هقلل الفول اوف سنه. تمام، والريفليكشن اعتقد برضو يقل بعض الشيء. تمام، غير بقى كمان ان انا لازم احط خامه للسكاي عشان المربعات دي تعكسها، لانها مش عكس حاجه. هروح بدل فايل اروح لويندو لكونتنت براوزر واختار اي خامه من خامات الاتش دي ار اي اللي موجوده جاهزه مع السينما. هاخد مثلا خامه زي دي واضغط عليها دبل كليك. لو تفتكروا احنا كنا عملنا الجاما في الجلوبال الومنيشن باتنين، نروح للومينانس نضغط على ال HDRI، اروح للجاما اخليها باتنين علشان تبقى زي الجلوبال الومنيشن. اروح بقى اخد الخامه دي احطها على السكاي، وعلشان ما تبانليش بالشكل ده كده انا عايز الانعكاسات بس اللي تشوفها. رايت كليك سينما 4 دي تاجز كومبوزيتنج واشيل الكاست شادو، مش عايزه ترمي ضل. ريسيف شادو ما تستقبلش ضل. سين باي كاميرا، وده الاساس انها ما تتشافش بالكاميرا. لو انا جيت اعمل ريندر هلاقي نتيجة مختلفة خالص على ما كانت قبل كده. في بس ظبطة هنضيفها لللايت. اللايت مكانه كده مش اللي هو يعني. لو احنا خدنا اللايت ده كده يعني نخليه قصادها بالشكل ده ونعمل. طيب تعالوا بقى كمان طالما عشان ما نسيبوش حاجه خالص نحط له الباك جراوند او نحط له خلفيه. الخلفيه دي نعمل لها خامه بسيطه قوي. هشيل كالرز اروح للومينانس عشان يبقى الخامه نفسها هي اللي واخده التكشر اللي انا هحطها، ما يبقاش مجرد لون على الخامه. هحط بس الفيرنيل واغير اللون الاسود ده اخليه لون رمادي فاتح واسحبه احطه على الباك جراوند، وبعد كده اعمل الريندر واشوف بقى الشكل بتاعي هيطلع عامل ازاي. هيقلل الانعكاسات زياده شويه. دبل كليك ريفليكشن، اقلل الريفليكشن حبه. في حاجه في اللايت. طيب نقلل الانتنسيتي بتاع اللايت. طيب يعني احنا بنشوف اللي عايزين بس نشوف الدنيا دي جايه منين. طب لو رحنا جنرال وقللنا رجعنا الجاما لواحد ورحنا لدي نفس القصة ورجعت الجاما لواحد، ممكن ما تبقاش محتاجة انها تترفع باتنين. متهيألي ظبطت الدنيا شوية. فاضل بس حاجة انا متأكد ان هي السبب اللي هي السبيكولر. نشوف من زاوية تانية. هنا مثلا كده. هنا مظبوط.
طيب نخف الجلوبال الومنيشن نخليه ل 10 تمام، ونخلي جي اي مود كاميرا انيميشن لاني هعمل انيميشن واجرب. انا متهيألي كده ظبطت. متهيألي كده تمام. نروح بس لللايت، نزود اللايت شوية. نزوده للآخر ونخلي الشادو سوفت شادو. كده متهيألي تمام ومفيش فيها أي مشاكل. كده يبقى إحنا عملنا الإضاءة بتاعة اللوجو وعملنا كمان الخامات بتاعته. ناخد بس اللايت بالشكل ده كده. كده تمام ومفيش فيه أي مشاكل. لو رجعنا كده يعني أنا برضه يا جماعة يعني بحاول إن أنا آخد من كذا اتجاه ومن كذا زاوية علشان ما نبقاش بنعمل في حاجة وتطلع في الآخر مش مظبوطة. أنا عايز مثلا أشوف لما هم أيوة لما هم بيلفوا ويتلموا على بعض بيبقى شكلها عاملة إزاي. جميل جدا مفيش فيها اي مشكلة. نروح للريفليكشن نرفعها سنة نجرب تاني. تمام قوي كده. معلش الاعدادات دي بتاخد وقت بعض الشيء لكن في الاخر بتطلع بشكل جميل. نروح للجامعة. طبعا كل الاعدادات دي انت بتجرب لغاية ما توصل للشكل اللي انت عايزه. اعتقد كده تمام قوي بقت الدنيا مظبوطة ومش فيها اي مشكلة. طب تعالوا بقى نتكلم على الانيميشن بتاع الكاميرا تمام هيبقى عامل ازاي. برضو شوف حاجة من هنا. طيب تعالوا كده نحاول نعمل انيميشن بشكل كويس. يعني مثلا لو هنقول ان احنا هنبدأ من البعد ده بالشكل ده كده. اروح بس اشوف الاوتبوت بتاعي مظبوط. ارجع كده. طيب لو انا جيت عملت كده مثلا خلاص ورندر شوف بس الزاوية. زاوية كويسة كده. مثلا انا هاخد الكاميرا تيجي من اول هنا. طيب انا عندي 52 مبدئيا. تعالوا نرفع عدد الفريمات ده ل 600 ولا حاجة معانا يبقى معانا عدد فريمات كبير. وتعالوا من دي نحط ستيل كاميرا كاميرا عادية وتعالوا نسمي دي كاميرا 1. خلوا بالكم انا ما فعلتش مسقط الكاميرا عشان تبقوا عارفين. كاميرا 1 هنيجي عند كاميرا 1 ونيجي عند كووردس ونحط كي فريم للبارامترز كلها ونمشي شوية كده خلاص. وليكن مثلا عند فريم 75 تمام ونخش بالكاميرا شوية كده ونطلع بيها شوية كده مثلا يعني ونحط كيف تمام بالشكل ده. طيب دلوقتي هي ما اتحركتش ليه؟
تاني نرجع لورا، تمام، ونمشي نيجي عند 75، صحيح كنترول زد، اسف انا مش مفعل، اسف مسقط الكاميرا، يعني شوف انا ما رضيتش افعله وانا اللي وقعت فيه. 75 تمام، نزق بالكاميرا كده ونطلع بيها مثلا بكده، وبعدين بعد كده نحط كي فريمز كده، تمام. انا مشيت بالكاميرا، ممكن نبعد شويه، تمام، لان انا في نص المسافه دي هنقل على كاميرا تانية كده مثلا. انا مشيت كده، تمام، انا مشيت بالمنظر ده، عايز اخد شوت تاني، عايز اخد شوت كمان. اقفل الاول مسقط الكاميرا، خلوا بالكم، اقفل الاول مسقط الكاميرا، بعد كده احط الهدف بتاعي الدريم لوجو واروح مثلا كده واقرب اخد شوت تاني، تمام، وليكن شوت من الزاوية، من الزاوية دي مثلا، تمام، من الزاوية ده اهي، يبقى كده زاوية الكاميرا التانية، اروح اقول له حط لي يا سيدي كاميرا 2، كاميرا 2، وافعل مسقط كاميرا 2. بعد كده اجي على كل البارامترز بتاعت كاميرا 2 واقول له حط لي كي فريمز، تمام، وروح لي مثلا عند فريم 120، تمام. خلوا بالكم هرجع تاني لدريم لوجو، تمام، وهعمل كده وارجع لورا زوم اوت، تمام، وارجع للكاميرا تاني واحط كي فريم، يبقى اصبح كده ده الشوت التاني اللي انا باخده، تمام، هنا بالظبط كده خلاص. اجي الشوط التالت هقفل وارجع لدريم لوجو، تمام، واروح كده مثلا، والشوط التالت هاخده من الزاوية دي مثلا كده، اروح هنا واقول له حط لي كاميرا، ولتكن كاميرا 3، وافعل كاميرا 3 واحط كي فريمز عند كاميرا 3 بالمنظر دوت. انا هسيبها هنا حتى، تمام، والف بس، بصوا بقى، احدد الاول الدريم لوجو لاني هلف حواليه بالشكل ده كده، وارجع زوم اوت، تمام، بالمنظر ده، ماشي. بعد كده ارجع لكاميرا 3 تاني واحط بوزيشن كي فريم، تمام، انا هطولها سنه، يبقى كده ادي مشهد كده، واخر مشهد خالص، تمام، هيبقى على العدله بتاعت اللوجو بالشكل ده كده مثلا، تمام، هجيبه من هنا، وقبل نهايه القفله بتاعت المربعات دي هقوم رايح حاطط كاميرا 4، تمام كده، واحط كي فريمز لكاميرا 4، ودي بقى براحتي خالص عند مثلا فريم 240، وارجع بيها لورا، طبعا يبقى في الاول دريم لوجو الاخ ده كده عشان يبقى معدول، تمام، بالشكل ده كده. ارجع لكاميرا 4 تاني واحط كي فريمات
بتاعتي. تمام. طيب عايزين بقى نظبط الكاميرات دي، كاميرا ورا اتنين ورا تلاتة ورا اربعة. طيب اول حاجة هروح لللايتس مرة تانية واقول له نزل لي ستيج، ستيج استوديو. بعد كده اول حاجة عندي كاميرا واحد، هروح عند كاميرا واحط كاميرا واحد وكنترول كليك، مش هينفع الزرار ده خلوا بالكم، مع الستيج. بعد كده امشي تمام بكاميرا واحد بالمنظر ده اهو، خلوا بالكم بصوا كده، كاميرا واحد هنا اهي، كاميرا اتنين بدأت تتحرك. تمام همشي شويه لغايه ما كاميرا اتنين اتاكد انها خدت الحركه بتاعتها، وارجع للستيج مره تانيه تمام، واقوم واخد له كاميرا كام؟ كاميرا اتنين، واحط كي فريم. تمام كده اصبح كده كاميرا اتنين هي اللي واخده اللقطه. تمام ماشي بالشكل ده كده. انا عايز اعمل كده عشان اتابع حركه الكاميرات. تمام بالمنظر ده كده، خلوا بالكم اهي كاميرا اتنين اتحركت، هتبدا اهي كاميرا ثلاثه اتحركت من اول هنا. لو خدتوا بالكم من مسقط الرايت، لو انا زومت على الرايت شويه اهي انا ماشي كده، اهي كاميرا اتنين خلصت، داخله وراها مين؟ كاميرا رقم ثلاثة. هو في حاجة أنا مش عايز أعمل كات فريم تمام من هنا، أو ينفع ينفع لأن الـ 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 في موف في حركة، إنما لو كانت الحركة وقفت ما كانش ينفع أعمل كات فريم كده. مثلا أجي لكاميرا ثلاثة وأسحبها مكان كاميرا اتنين في الستيج وأديله كي فريم، هينقلني لكاميرا ثلاثة، كاميرا أربعة كانت بدأت تتحرك. تمام بس خلوا بالكم بقى في مشكله في كاميرا اربعه، كاميرا اربعه بصوا كده، عايزكم تبصوا على البرسبكتيف، كاميرا اربعه الحركه قد خلصت وبدات هي تتحرك، معنى كده ان انا عايز ازق بدايه كاميرا اربعه جوه كاميرا ثلاثه. ازاي؟ سهله وهقول لكم تيجي ازاي. المهم الاول ان انا هاجي هنا اهو كده تمام بالمنظر ده، خلوا بالكم الفريم ده رقمه 150، يعني انا عايز ازق كاميرا اربعه على الاقل عند الفريم 145 ولا حاجه. تمام الفريم ده رقمه 150، عند 150 مش 150 بقى انا كده عند 145 هاخد كاميرا اربعه للستيج وكنترول كي فريم عند 100 كام؟ 145. وفي نفس الوقت كاميرا أربعة دي، كاميرا أربعة دي هقوم رايح لويندو ومطلع التايم لاين، فين كاميرا أربعة؟ آدي كاميرا أربعة، أكبر كده عشان كاميرا أربعة تبقى ظاهرة قدامي. تمام آدي كاميرا أربعة، لو أنا عملت كنترول كليك أو خلينا في مفاتيح الحركة أحسن. تمام آجي على كاميرا أربعة بوزيشن اكس واي، ادي كاميرا اربعة. خلي بالكم انا بضغط على المسافة، ايوه بالظبط كده، ادي الكاميرات تمام، ادي كاميرا اربعة. خلي بالكم هضغط الت مع زرار الماوس اللي في الوسط. تمام دي كل البارامترز بتاعت كاميرا اربعة، هاخدها بس اوديها للفريم 145 واقفل. تمام اهو بصوا كده بقى اهي كاميرا ثلاثة اربعة بترجع لورا. طب نراجع، نراجع نكنترول بس الاول، الاول هعمل فايل سيف انكريمنتال. تمام هيعمل لي دريم 0001 ماشي، واعمل كنترول اس الاول
واعمل كده، وابدا بقى ان انا اشوف حركه الكاميرات بتاعتي دبل كليك عشان اشيلها بس من المسقط عشان ما تبقاش زحمه الدنيا. تمام، وخلي بالكوا دبل الثانيه اللي تحتها دي تشيلها من الرندر. خلاص، في برضو اللي معاكسني اللايت، الاخوه الافكتورات يعني بعد اذنكم شويه نشوف بقى كده. تمام، ادي الشكل. تعالوا بقى لو نعمل يعني ريندر في مراحل مختلفه، تعالوا نشوف هنا كويس. طيب تعالوا نشوف هنا، تمام. طيب نشوف كده، كل ده انا بعمله علشان ما اضطرش اني ارجع اعيد حاجه بعد الريندر النهائي. طيب انا متهيألي في شويه كلام مع الاخ لايت، نرجعه تاني نطلعه من مخبأه نشوف بس الوضع بتاعه اللي مضايقنا ده. تمام، ونرجع تاني نرندر من كام زاويه كده. ان كده بدأ ينطق شويه، لكن اللي كانت قلقاني بس الحته اللي هناك دي. لا كده كويس، المره اللي فاتت كانت هنا بايظه خالص، كانت فاتحه على الاخر. تمام، ايوه انا عايز دي. كويس قوي، جميل جدا كده. احنا عملنا حركة الانيميشن الخاصة باللوجو. بالمناسبة شايفين انتوا شوية تقطيعات هنا، التقطيعات دي ليه؟ لان انا لو رحت رندر انتي الياسنج بيست، التقطيعات دي هتختفي، بس في المقابل وقت الرندر هيزيد. لو خليناها 100% هتلاقوا الدنيا تمام ومفيش اي مشكلة. كده خلصنا الجزء الخاص بالكاميرات، هنتكلم في الجزء اللي جاي عن بقى شوية رتوش بسيطة خالص، وبعد كده نتنقل للافتر.